وتتألف العشيرة من مجموعة أبرار. لهذه العشيرة من تاريخ مشرف حقيقة مع العشائر الباقية، وحقيقة تشتهر هذه العشيرة بالفراضة، ومن رجالات هذه الفراضة كاظم ستخان آنذاك حقيقة، وهذا المضيف هو مضيف للبخت وللستر في محافظة ميسان، والقائم على هذا المضيف وصاحب المضيف هو الشيخ محسن عباس عزيز، حقيقة له الدور الكبير في إستار في ستر بعض العشائر المتنازعة في محافظة ميسان. تركنا أخواننا وأخواننا البهادل في افتتاح أحد المضائف، مضيف عشيرة البهادل المضيف محسن عباس البهادل في هذه المنطقة في محافظة ميسان. طبعا للعشائر تاريخ مشرف وتاريخ معروف وواضح، هذه العشائر هي يد ضاربة بيد المرجعية الدينية، وهي من الركائز المحافظة الإسلام، فلا بد أن نحافظ على أصحاب التاريخ وأصحاب الإرث وأصحاب الأخوة وأصحاب حل المشاكل، المشاكل العالقة كثير من المشاكل ما دائما يعجز القانون حاليا عن حل، لكن تحل بطريقة التراضي والتفاهم في بين العشيرة. هذه العشيرة عشيرة البهادل المعروفة بأنها عشيرة فراضة، ستر للعالم، محافظة على أصالتها، محافظة على أنه التراث العربي الأصيل هو المضيف اليوم عندنا، وكل إنسان اليوم هو ستر للعالم، هو عنده مضيف وصاحب مضيف وصاحب حسينية، هي حسينية صار انه تثق فيه العالم وتثق فيه المجتمع. اي